صباح الخير. صباح النور. ايه مش هتروح الشغل؟ لا هقوم اخد دش كده وانزل على طول. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا زومبا؟ مستنيه اصحيكي الساعه 8. طب يا ستي شكرا خلاص انا صحيت. لا لسه هتصحي الساعه 8 يا ستي. والله صحيت. الله لا لسه ما جاتش التمانية. يا يوسف ما تشوفها واقفه كده ليه؟ يا ساره في ايه يا ساره بقى؟ ما هي بتصحيك. الله شويه كده وانتوا هتاخدوا على بعض والله هتتبسطي منها قوي. صباح الخير يا زومبا. صباح النور. صباح الخير يا جو. صباح الزفت. معلش معلش بكره هتاخدوا على بعض هتتبسط منه قوي. اوعى. انت بتعمل ايه هنا اصلا؟ بساعدك. تساعدني؟ مش عارف اتنشف انا اصلا. اوكي هنشفك. ممكن تتفضل؟ اتفضل ايه؟ تتفضل بره يا خفيف. لذيذ. طب بره يا لذيذ. اوكي بص بقى لذيذ، احنا دلوقتي هنروح الشغل فانا عايز سيبك تتعامل مع الناس في الشركه ونشوف هيحصل ايه، فعايزك تتعامل ان انت بني ادم عادي خالص. انا مش بني ادم عادي خالص. ايوه قول انك بني ادم عادي خالص. انك بني ادم عادي خالص يا لذيذ. لا انا قصدي هنقول للناس ان انت بني ادم عادي خالص، فاهم؟ مش بكذب. ما تكذبش. اقول لك على حاجه، مثل. تعرف تمثل؟ اعرف امثل. حلو قوي، مثل بقى كده وريني. كلنا فاكرين ومش ناسيين، كلنا في الانتظار وعلى العهد هنحافظ. لا هو ايه ده؟ معلش. يوسف الشريف في مسلسل النهايه. اشمعنى يوسف الشريف؟ عشان يوسف الشريف روبوت زيي. ايه ده؟ لا يوسف الشريف بني ادم مش روبوت. يوسف الشريف روبوت. بني ادم والله. روبوت. لذيذ. بقول لك ايه، ممكن ما تقاوحش وتسمع الكلام، انسى موضوع يوسف الشريف، وعايزك تركز قدام الناس اللي هناك انك تبقى بني ادم عادي خالص. اوكي قول بقى كده. يا ناس انا بني ادم عادي خالص. ماشي بس ما تنساش بقى. مش بنسى. وركز. اوكي. لبنى لبنى ما تخرجنيش عن شعوري والنبي. انا مش طايق نفسي وانا هلاقيها منك ولا مش شغل. طب انا وصلت الشركه ومش سلام يا لبنى. انت مين انت كمان؟ انا بني ادم عادي خالص. بجد والله انت مش انسان آلي يعني؟ انسان آلي؟ ايه الهبل ده؟ الهبل هو مصطلح يعبر عن فقدان العقل والتمييز، وقد يحدث بسبب تعرض الانسان لصدمه قويه. ايه ده؟ فين هدير؟ احنا فين هنا؟ هدير اجازه. اهلا بيك في واي كرييشنز. انت بتعرفني على المكان على اساس ان انا مش شغال هنا يعني؟ انت مين؟ انا بني ادم عادي خالص. ايه ده؟ انتوا اتعرفتوا على بعض خلاص؟ مين ده يوسف؟ انت ايه شاورما مقولكش ولا ايه؟ محدش قال لي حاجه. لا ده كده في سوء تفاهم. يا ابني ده المهندس الجديد اللي هياخد مكانك في الشغل، هتعمل له هاند اوفر لكل حاجه خلاص. هانج اوفر؟ ولما هو جه مكاني وانا اترقيت؟ طبعا ما ترقيتش. انت لقيت شاورما مبلغوكش؟ والله ما قالوا لي حاجه. مش انا رفدتك؟ رفدتني. اتفضل بقى الهانج اوفر بتاعك. انت الخسران يا يوسف عمتك. خد تعالى يا اهبل تعالى. انت بجد مش عارف ده ايه؟ خلاص يا يوسف، المهندس الجديد اللي انت جبته مكاني وبني ادم عادي خالص، انت هتذلني؟ مهندس ايه ده بس يا رب؟ رحب معايا بالروبوت الجديد. لذيذ. ما تقولش. يا ابن اللعيبه. ده البادي لسه جاي من اليابان، لحقت جمعته وسطبت في سوفت وير؟ طب ايه سميته ايه؟ لذيذ؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.